في فضائية العراق التربوية نقدم لكم حلول وأجوبة الصف الخامس لمادة الاقتصاد. أهلاً وسهلاً أعزائي الطلبة. يرجى من كل الطلبة متابعة الدروس الدروس التعليمية من منصة نيوتن حصراً لوجود الأجوبة النموذجية. لرفع مستوى الطالب أكثر يرجى متابعتنا على منصة نيوتن وعلى تلفزيون فضائية العراق التربوية. اهلا وسهلا اعزائي طلبه. اليوم عندنا موضوع جديد اللي هو موضوع الطلب. راح ناخذ مجموعة من الاسئله والحلول والاجوبه النموذجيه. يرجى المتابعه معنا اهلا وسهلا اعزائي طلبه. السؤال الحادي عشر اكمالا للاسئله السابقه. عرف ما ياتي الطلب. الطلب بالمعنى الاقتصادي هو الرغبه المدعمه او المقترنه. بالقدرة الشرائية التي تمكن المستهلكين من الحصول على الكميات المختلفة من السلع والخدمات التي لاحظ عزيز الطالب التي تمكن المستهلك من الحصول على الكميات المختلفة من السلع والخدمات عند مستويات الأسعار السائدة خلال فترة زمنية معينة تعريف قانون الطلب اللي نستخدمه من خلال علاقة الطلب بالعوامل الأخرى وهو تزداد الكميات المطلوبة من سلعة أو خدمة كلما انخفض سعرها والعكس صحيح بافتراض بقاء العوامل المؤثرة في الطلب ثابتة جدول الطلب هو البيان الذي يظهر الكميات المختلفة من السلع أو خدمة معينة والتي يكون المستهلكين راغبين وقادرين على شرائها عند مستويات اسعار المختلفه في الزمان والمكان المحددين مع افتراض بقاء العوامل الاخرى ثابته. عزيزي, عزيزي الطالب منحنى الطلب هو التعبير البياني لجدول الطلب لما يكون عندي يعني جدول ارجع اسويه على شكل منحنى خطوط بيانيه فيكون التعريف هو التعبير البياني لجدول الطلب. الذي يمكن أن يمثل تمثيل الكميات المطلوبة من سلعة معينة في المحور الأفقي والأسعار على المحور الرأسي حيكون عندك محورين سيني وصادي وترسم الأحداثيات لكل زوج رقمي الكمية والسعر يعني محور يكون للكمية والمحور الآخر يكون للسعر المقابل لها وهذا ما يسمى بالمنحنى سالب الميل ينحدر من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين هذه بالنسبة المصطلحات الاقتصادية المهمة اللي يحتاجها الطالب في بداية الفصل وفصل الطلب نأتي إلى السؤال الثاني عزيز الطالب السؤال الثاني كما نعرف أن الطلب عدة عوامل مؤثرة عليه ومن هذه العوامل التي تؤثر على الطلب هي سعر السلعة ودخل المستهلك وأسعار السلع الأخرى مقارنة مع سعر السلعة والنقطة الرابعة اللي هو ذوق المستهلك يختلف من مستهلك إلى آخر توقعات المستهلك نجد أن هنالك توقعات الأسعار توقعات الدخول توقعات السوق تؤثر أيضا على السلعة والخدمة حجم السوق ونقصد بعدد المستهلكين اللي موجودين اللي يستخدمون عزيز الطالب العوامل المؤثرة على طلب أي سلعة أو خدمة في قانون الاقتصاد هي عدة عوامل نعود عليها ونحفظها لأنها مهمة جدا أول عامل هو سعر السلعة ثاني عامل هو دخل المستهلك ثالث عامل اللي هو علاقة أو أسعار السلعة الأخرى المقارنة مع السلعة أو الخدمة اللي إحنا نقدمها رابعا ذوق المستهلك يختلف من مستهلك إلى آخر النقطة الخامسة توقعات المستهلك السلبية والإيجابية نحو السلعة والخدمات حجم السوق نقصد به عدد المستهلكين اللي موجودين داخل السوق عزيزي الطالب هذا بالنسبة للسؤال لل الثاني المهم هنالك دالة للطلب ومن هذه الدالة مهم أكد عليها دائما لأنه فيها كل العمليات الاقتصادية ركز عليها هي دي اللي تمثل لي دالة الطلب تساوي F اللي هي العلاقة مع العوامل الأخرى اللي أنا ذكرتها لكم B اللي هو السعر و Y و G اللي أنا ذكرت لكم بالتفصيل اللي هو سعر السلعة ودخل المستهلك والعوامل جي العوامل اسعار السلع الاخرى وتي تذوق او يعني ذوق المستهلك واي اللي هي توقعات وايضا ام اللي هي ده حجم السوق بالنسبه للمستهلكين هذه العوامل الموجودة بالطلب هي عوامل مهمه لان على اساسها أنا ابني العلاقات القانونيه من ناحية الطلب ممكن أنه آني أي علاقة السعر مع الذوق السعر مع الطلب يحقق لي دالة عزيزي الطالب بالنسبة للسؤال الثالث عشر سؤال مهم جدا راح نشوف هذا السؤال ويانا مواضيع الطلب متعلقة وحدة بالأخرى أهم هي تحفظ العوامل وتحفظ الدالة عزيزي الطالب، ثم نأتي إلى العوامل اللي تأثر على على المستهلك أو على السلعة. السؤال الثالث عشر، لماذا تميل الكميات المطلوبة من سلعة معينة إلى الانخفاض في حال ارتفاع أسعارها؟ يعني السعر عندي مرتفع لكن الطلب عليها منخفض جدا. بسبب أثر الدخل، الدخل اللي هو أجور ورواتب الموظفين أو المستهلكين. نشوف أثر الطلب يظهر أثر الطلب عندما يرتفع سعر السلعة. هنا علاقة أصبحت ما بين الطلب وما بين الأثر اللي هو الدخل. يعني ما بين سعر السلعة والدخل. كيف تكون العلاقة بين الطرفين؟ مع افتراض ثبات دخل المستهلك اللي هو نفرض المستهلك يكون موظف أو ممكن يكون أحد أفراد المجتمع لكن عنده دخل ثابت. نلاحظ العلاقة مع سعر السلعة. يصبح المستهلك أقل قدرة على شراء الكمية السابقة نفسها. ويحدث العكس في حالة انخفاض سعر السلعة نفسها. إذ يستطيع المستهلك شراء كمية أكبر من ذي قبل. إذ يلاحظ انخفاض قدرته على الشراء في الحالة الأولى اللي هي حالة السعر والدخل، وزيادته في الحالة الثانية هي ارتفاع الدخول، ما يعرف بأثر الدخل، يعني ممكن يكون أثر الدخل واضح على تأثير على المستهلك. إذا ارتفعت الدخول ازداد الطلب على السلع، وإذا انخفضت الدخول قل الطلب على السلع لأنه يعني يؤثر الدخل تأثير مباشر على السلع. ناتي الى التاثير الثاني اللي ياثر على المستهلك. اثر الاحلال. ممكن نوضح نقطه للطلبه انه اثر الاحلال أن اذا اخذ ماده معينه وتكون جدا غاليه اتجه الى ماده اخرى بديله لهذه الماده. نجي نشوف شنو معنى اثر الاحلال. اذا ارتفع سعر السلعه ومع فرض أسعار ثبات أسعار السلع البديلة لها سيتحول المستهلك اللي أنا وإنت وغيري إلى استهلاك السلع البديلة ليش حتى يعوض عن السلعة التي ارتفع ثمنها؟ فعلى سبيل المثال نأخذ مثال يتحول المستهلك من استهلاك اللحوم الحمراء في حالة ارتفاع أسعارها إلى الدجاج. لحوم الدجاج في حالة بقاء أسعارها على حالها، يعني أسعار الدجاج ما راح تتغير أسعارها، لكن اللحوم صعدت أسعارها، فالمستهلك راح يبدل ما بين اللحوم إلى الدجاج كحالة أفضل، لأنها تشكل بدائل عن اللحوم الحمراء، وهذا التحول ما يعرف بأثر الإحلال، يعني أنا اليوم عندي عاملين مؤثرين على سعر السلعة. وعلى المستهلك اللي هو اثر الاحلال واثر الدخول. نشوف السؤال الثالث اللي هو ايضا سؤال مهم جدا، العلماء اكتشفوا هنالك استثناءات انه رغم انه اني ما يكون عندي الدخل ياثر على السلعه والسلعه تاثر على الدخل، لكن هناك استثناءات ممكن اني يكون الدخل عندي ضعيف جدا لكن اقدر اشتري سلعه غاليه الثمن، راح نشوف شنو الاسباب. من هذه السؤال الرابع عشر عزيزي الطالب هناك استثناء هنالك استثناءان هنالك استثناءان اساسيان لقانون الطلب، ما هذا الاستثناء؟ اولا سلع الاغنياء او ما يعرف بالاستهلاك الترفي او المظهري، وقد اقترن هذا الاستثناء بالعالم الاقتصادي الامريكي فبلن، لاحظ هذا العالم صاحب مبدا معروف بالاستهلاك المظهري إذ يميل الأغنياء مدفوعين بحب التظاهر والتفاخر والتميز بين أفراد المجتمع بزيادة الطلب على نوع من السلع ويزداد الطلب عليها كلما ارتفع أسعار هذه السلع استثناءات من القاعدة العامة للطلب احنا قلنا إذا ارتفع السعر حسب يتأثر بالدخول إلا الأغنياء ما يتأثر بالدخول لسبب أنه عالم الامريكي فيبلن بسبب حب الظهور والتفاخر حتى لو كانت غاليه الثمن يشتروها. نلاحظ العامل الثاني المهم جدا هو اللي اللي ايضا فكره ثانيه مبدا ثاني لعالم ثاني اقترنت بالعالم الاقتصادي روبرت جيفن اللي اعتبر ان زياده الاسعار مثلا تدفع الفقراء ايضا الى زياده الشراء لتعتبر قوتهم الاساسي اذ يجدون انفسهم مضطرين الى زياده الانفاق النقدي عليها بسبب انخفاض قدراتهم الشرائية عن الحال الذي كان عليه قبل ارتفاع أسعار الخبز من جهة والتعويض عن سلع الأخرى التي كانت في متناول أيديهم من جهة أخرى إذ يشترون خبزا أكثر حتى لو ارتفعت أسعاره فلاحظ الفقراء اذا ارتفع سعر الخبز ايضا راح يشترون بكميات لانه هو يعتبر قوتهم الاساسي بالحياه. هذا بالنسبه للسؤال الرابع عشر، ناتي للسؤال الاخير السؤال الخامس عشر. ما هو الفرق؟ اخذنا في محاضرات السابقه عن الرغبه. الرغبه لا تعني الشراء وانما ممكن ان تتحدد بعده اقتناء الشيء او غير اقتناءه. الرغبه وحدها في اقتناء السلعه لا تعد طلب الجواب الرغبه من وجهه نظر الاقتصاديين لا تحقق الطلب نلاحظ احنا من نريد نقول طلب لازم يكون عندنا شراء وعندنا دخل وعندنا اسعار لكن مجرد انه اني ارغب بهاي السلعه وما اشتريها تعتبر رغبه فقط وتبقى رغبه امينه لعدم تاثيرها في حجم مبيعات السوق فهي طلب غير فعلي لان لم يدخل الى وارد وصادر وشراء وعمله ان الرغبه المدعومه بالمقدره الشرائيه للحصول على السلع والخدمات اي الرغبه مع الاستعداد او القبول بدفع ثمن اذا اي سلعه او خدمه لا يكون بها ثمن تعتبر رغبه فقط اما اذا كان بها ثمن تعتبر سلعه ومستهلك واسعار وتدخل ضمن عوامل وداله الطلب المقابل يمثل طلبا فعليا على السلع والخدمات والطلب بهذا المعنى هو الذي يؤثر في حجم المبيعات في الاسواق، فعلى سبيل المثال عندما تسال شخصا عن رغبه في شراء منزل او سياره او اي سلعه اخرى فانه يجيب انه يرغب فيها جميعا ولكنه في الحقيقه لا يستطيع شراء هذه الاشياء من دون ان يملك القدره الماليه الكافيه لتحقيق ذلك. بهذا السؤال الاخير ينتهي درسنا لهذا اليوم والتقانا معكم الاسبوع القادم من قناه الفضائيه العراق التربويه اهلا وسهلا بكم شكرا جزيلا شكرا لصباحكم